هاي جمل معروف بسفينة الصحراء، هو من الثدييات يلي بتعيش بمجموعات كبيرة ومن الحيوانات يلي كانت تستخدم قديماً للتنقل ونقل البضائع خلال السفر بالصحراء. جمل حيوان اجتماعي مو سالم، بيتمتع بخزانات للأنسجة الدهنية بتعزل الحرارة العالية بالصحراء عن جسمه وبتحول الدهون لطاقة ومي إذا ما توفرت المواد الغذائية. بيرمز الجمل بالثقافة العربية القديمة للصبر، التسامح والقدرة على التحمل، وبيتميز بالذكاء وحاسة البصر الممتازة. بيتمتع بصفين من الرموش الكثيفة والسميكة وثلاث شفون لحماية العيون من غبرة الصحراء، وهو قادر يسكر منخاره وتمه لحماية نفسه ضد الغبرة. مين قال إن وبر الجمل بيعكس ضوء الشمس وبيحافظ على برودة جسمه بدرجات الحرارة العالية؟ أنا قال. شوفكم بكرة.